فينا ما تسألش وهو صغير نفسك تطلع ايه؟ وبكل براءة بترد نفسي اطلع طيار او مهندس او دكتور وغيره، بس الحقيقة واحنا صغيرين ما كانش عندنا اي تفاصيل عن كل الشغلانات دي، الا ان اختياراتنا كانت بتعتمد على النموذج في كل مهنة وبناء عليها بنختارها كوظيفة للمستقبل. حب او كره اي شغلانة بيفضل معانا حتى لما نكبر. على سبيل المثال لو اتكلمنا على الإعلام، يسعدنا أقولك إن المتحكم في معادلة الحب أو الكره هو المذيع. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم. لأنه النموذج اللي أول ما نفتح التلفزيون هنلاقيه في وشنا، بينقلك الخبر ويفهمك ويوعيك وينبهك، بس كل ده ملوش لازمة لو سمعته إنه فاسد أو قتل قتل على سبيل المثال. هذا أيها السيد المشاهد، حسبي الله ونعم الوكيل. زي ولا سوزا، مذيع برازيلي مشهور كان بيقدم برنامج عن جرائم القتل والتحقيقات لمدة 30 سنة. من كتر الجرائم اللي بيعرضها ومدى فظاعتها أصبح البرنامج الأكثر شعبية في البرازيل لحد سنة 2009. في السنة دي الشرطة اكتشفت إن ولس علشان يبقى مذيع مشهور كان بيدبر وينفذ جرائم القتل، ومن ناحية تانية بياخد الكاميرا ويروح يصورها علشان يوصل لك صورة إنه أجمد مذيع ممكن تشوفه. وزي ما في ولا سوزا، زي ما في نماذج كتير كويسة زي الأسطورة العالمية أوبرا وينفري، وهنا مش هقولك عن مهاراتها كمذيعة، لكن هكلمك عن كم الإسهامات اللي عملتها بعيدا عن كونها مذيعة. يلا من الأول. في النهاية سبب كرهك أو حبك للإعلام هو الصورة الذهنية اللي اترسمت في بالك عن المذيع، النموذج اللي سمعته أو شفته وكان سبب في تكوين موقفك عن المهنة دي والإعلام ككل.